السلام عليكم وأهلا بكم في حديث العاشرة. واصلت العملة المحلية التدهور أمام العملات الأجنبية، فقد خسرت العملة الوطنية منذ بداية العام الجاري 2024 5% من قيمتها، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. في هذه الحلقة نناقش أسباب استمرار التدهور الاقتصادي المريع. يتساءل المواطنون، أين مجلس القيادة؟ أين الحكومة؟ ما الذي يتوجب فعله لإيقاف هذا الانهيار المستمر للعملة الوطنية؟ ما الانعكاسات لهذا التدهور على الوضع المعيشي والإنساني للمواطن اليمني؟ كيف يمكن أيضا أو كيف ينبغي إعادة تصدير النفط والغاز؟ لأن ذلك سيكون سببا حقيقيا في إيجاد معالجات لمشكلة الاقتصاد الوطني المتدهور. نتحدث أيضا عن معالجات أخرى يمكن من خلالها الحد من هذا التدهور الاقتصادي الكارثي. أناقش هذه التساؤلات وغيرها مع ضيفي في الاستوديو، رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي. مرحبا أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن نبدأ نقاشنا نشاهد هذا التقرير. الجوع كافر والتكفير الوحيد عن جريمة التقصير بحق الجوع يتمثل بالقيام بواجب المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤولين، لأن أخطر أداء يتمثل في إغلاق الدروب أمام غالبية الشعب كما هو حاصل منذ سنين، حيث الشعب بين مطرقة ميليشيا تنهب كل شيء وسندان حكومة قيل عن أدائها كل شيء. أحدث ملامح الاختناق في أساسيات الحياة والضغط الذي يحذر مراقبون أن يؤدي لانفجار لا يخشى معه الجوع الموت، يتمثل في كسر الدولار الواحد حاجز 1600 ريال لتخسر العملة الوطنية أكثر من 5% من قيمتها منذ بداية 2024، وتسجل أدنى قيمة لها منذ إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي. وخلف مثل هكذا ملمح بارز تكمن معاناة ملايين اليمنيين من ارتفاع أسعار أساسيات الحياة وانعدام مصادر الدخل، ومن وجد لديه مصدر للدخل لم يعد يفي بأدنى المتطلبات. ومن سير الوضع من سيء إلى أسوأ ترتفع الأصوات المتسائلة تساؤلات منطقية، أين الدور الرسمي لإنقاذ المواطنين من مثل هكذا نار لن تلبث أن تحرق ما تبقى من وطن؟ أين ذهبت وعود الإصلاحات الاقتصادية؟ وإذا كان تصدير النفط يمثل وفق اقتصاديين مفتاح الحل، فلماذا لا يتم التعامل بحسم مع الميليشيا إن كانت سبب منع التصدير وهي أس المشكلة؟ تساؤلات ستبقى بلا إجابات ما بقيت الجهات الرسمية بلا رؤية، وما بقيت بوصلة المسؤولين تشير بعيدا عن أولوية العودة للوطن واستعادة الدولة وإنقاذ المواطنين من الميليشيا والفساد. شكرا للزملاء الذين أعدوا هذا التقرير. أبدأ النقاش مع ضيفي في الاستوديو، رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي، يحييك من جديد. نتحدث عن استمرار التدهور المريع في العملة المحلية، إلى ما يمكن أن يعزى استمرار هذا التدهور الذي وصل إلى أدنى مستوى له منذ تشكل مجلس القيادة في العام 2022؟ تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. بالنسبة يعني اعتقد ان جوهر المشكله او صلب المشكله بالنسبه للوضع بشكل عام في اليمن يمكن ازمه اداريه، يعني تكاد تكون هي النقطه الحساسه. يعني هناك اشكاليه لدى الحكومه في ترتيب اولوياتها، مع انه كانت حكومه معين عبد الملك كان حينما تم تشكيل الحكومه قال انه سيهتم في الجانب الاقتصادي ولن يتدخل في الجانب السياسي، وكانت هذه يعني مؤشرات انه سيهتم او سيكون هناك انعكاس على الوضع الاقتصادي، لكن للاسف الشديد لم تنجح الحكومه لا في الجانب الاقتصادي ولا في الجانب السياسي ولا في الجانب العسكري، ولم توازي الجانب العسكري، مع ان الجانب العسكري كان يحقق انجازات لكنها كانت تضيع تلك الانجازات ولم تحافظ عليها ولم تنطلق من تلك المنطلقات ولا المكتسبات. وبالتالي الازمه ازمه خطيره جدا. يعني حينما كان محافظ البنك المركزي مثلا احيانا يرسل رسائل او يبرق بمؤشرات معينه بان هناك اشكاليه
في عمله، في إدارة عمله، في ترتيب عمله. يعني كان هناك حزمة من الإصلاحات التي قدمها كرؤية لضبط السياسة النقدية، لكنها لم تجد طريقة، يعني لم يسمح له أو هكذا. ما الذي حال دون ذلك برأيك؟ شوف، عندنا أزمة هي من أشد الأزمات ومن أخطرها بالنسبة للشرعية. يعني تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي حينما قالوا أنه لم يكن هناك كل القوى مستوعبة، وهذه كانت الحجة التي على أساسها تم تشكيل المجلس. كان الأصل أن يكون هناك عقيدة سياسية. شوف، العقيدة السياسية الأصل أنه بعد تشكيل كل هذه الأطياف في مجلس القيادة الرئاسي أن تكون العقيدة السياسية لدى الكل عقيدة واحدة، وهي يعني استعادة الدولة والهزيمة الانقلاب الحوثي وأيضا بناء المؤسسات الدولة. هذه العقيدة السياسية الآن بعد هذه الأطراف، يعني تلقى واحد من أعضاء مجلس القيادة مثلا يشي انفصل، واحد من أعضاء مجلس القيادة مثلا يشي يبني المخا، واحد من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يشي يبني كذا، واحد يشي يبني لحضرموت. يعني كأن كل واحد رجع له محافظ لمحافظته، بينما الأصل أن العقيدة السياسية هي الأصل عقيدة جامعة، هي عقيدة متينة، هي التي تنطلق منها الحكومة. يعني هي المنطلقة السياسية والإدارية سواء للحكومة أو لأعضاء المجلس القيادة. وهذا للأسف غياب هذه العقيدة السياسية الواحدة هي التي كونت هذه الكوارث. يعني محافظ البنك المركزي لا يستطيع أن يعمل لأن فيه إشكاليات من أصحاب عدن مثلا، يعني أو من الذين يتواجدون في عدن ويديرون عدن لا يستطيع أن يقوم بعمله مثلا، وهذه من ما ظهرت. هناك إشكالية مثلا في إعادة دمج البنوك. نعم، اسمع لي، هل الأمر متعلق بمشكلة إدارية فقط أم أنه يعني عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى مجلس القيادة ولدى الحكومة لحلحلة ما يمكن حلحلته من الوضع الراهن الذي يعيشه اليمنيون من تردد في الخدمات، أزمات اقتصادية مستمرة، تدهور مريع في العملة المحلية، ارتفاع في السلع بشكل جنوني؟ شوف، في تقرير لجنة الخبراء كان في توصيات مهمة جدا. يعني لجنة الخبراء في تقرير من تقاريرهما كانوا يقولوا أنه الواردات أو التصدير أو فتح الموانئ للتجار عبر ميناء الحديدة كان من قبل، يعني قبل أحداث غزة، كان شركات التأمين تضاعف التأمين على السفن والباخرات التي تصل إلى ميناء الحديدة 3 أضعاف البواخر التي تصل إلى ميناء عدن. 3 أضعاف، معناته أنت لو فتحت ميناء عدن التاجر بيجي عندك لأنه بيكون يوفر 3 أضعاف ما يدفعه من تأمين في ميناء الحديدة. يعني ميناء الحديدة مخاطره أكبر. هذا التقرير الذي أصدره الخبراء هو بيقول للحكومة أنه أنتوا ضيعتوا هذه الفرص، يعني أنت أهدرت كل هذه الفرص. أنت اليوم لا تريد أن تحكم البلد، أنت لا تريد أن تستفيد من موارد البلد. يعني أنت معك شركة اتصالات مثلا، شركة اتصالات الآن دخلها للحوثيين، يعني يمن موبايل وصلت إلى 10 مليون مشترك، 10 مليون مشترك. تخيل إيراداتها لو كل واحد بيعبي لك، يعني تجي تعبي باقة ويقول لك أنه معك كذا كذا حق الحكومة وضريبة كذا. يعني دخل الحوثيين وصلت في ربع من أرباع السنة إلى تقريبا 32 مليار، يعني ما تكفي بالطبعة القديمة، يعني بسعر الدولار، وما مش طبعة قديمة موجودة بس هو بسعر الدولار والسعودي. وبالتالي أنت الذي فرطت في كل هذه الأمور. يعني البلد مستباحة، لا يوجد لدينا حكومة بالأساس. يعني الحكومة مجموعة من الذين يعني تكاسلوا في أعمالهم، رضيوا بالوضع المترهل، لا يريدون أن يقوموا بواجبهم وبدورهم وبمهماتهم. يا أخي، معك ميناء عدن ليش ما تفتحه؟ معك ميناء المكلا ليش ما تفتحه؟ معك ميناء شوة كان شغال ضيعته. وبالتالي في جرائم ترتكب بحق الشعب اليمني. نعم، إذا أستاذ حسين اسمح لي أشرك معي في النقاش الصحفي الاقتصادي فارس النجار، مرحبا بك معنا في حديث العاشرة. برأيك ما أسباب استمرار التدهور الاقتصادي والتدهور الحاصل في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؟ مسألة تدهور العملة الوطنية في اليمن هي عبارة عن مشاكل مركبة ومتداخلة ومتشعبة،
ومتراكمة على مدى سنوات طويلة، بالذات منذ العام 2015 وبعد انقلاب الحوثيين زادت من حدة هذا التدهور. دعونا نبدأ من النهاية، خاصة التدهور الأخير الذي حصل خلال العام 23. من المعروف بأن أهم محددات سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية هو ما نمتلكه من النقد الأجنبي، ونحن في اليمن نعتبر اقتصاد ريعي، نعتمد بدرجة رئيسية على صادراتنا من النفط والغاز. مؤخرا وقبل استهداف الحوثيين لموانئ التصدير، وصلت صادرات اليمن من النفط إلى 80,000 برميل يوميا، وكانت هناك جهود تبذل لأن يصل إلى 100,000 برميل، ومؤخرا أصبحت صادراتنا من النفط نحصد من خلالها على 1.5 مليار دولار تقريبا، وهو المعدل الأعلى الذي حصلنا عليه منذ انقلاب الحوثيين وعودة صادرات النفط التي بدأت بالتزايد تدريجيا. طبعا لم يرق لميليشيات الحوثي تحقيق هذا النجاح، بادرت بشكل رئيسي باستهداف موانئ التصدير، الأمر الذي نتج عنه توقف صادرات النفط وبالتالي حرمان موارد الدولة أو خزينة الدولة من أهم مورد للإيرادات الدولارية، الأمر الذي انعكس عنه طبعا بطبيعة الحال تدهور في قيمة العملة الوطنية، لأن أهم محددات قيمة العملة الوطنية كما أشرت هو ما نمتلكه أو ما يغطيه من النقد الأجنبي. ولولا تدخل الأشقاء في المملكة العربية السعودية عن طريق سواء كان الوديعة التي أعلنت بشكل سابق مناصفة بينها وبين الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، أو ما تم الإعلان عنه مؤخرا من تقديم منحة لدعم موازنة الدولة مقدرة بمليار و200 مليون دولار، لكان العجز يصل إلى 50% في موازنة الدولة، وبالتالي حدوث هذا المستويات من انهيار هو طبيعيا ناتجا عن الظروف الاقتصادية التي نمر بها. الجانب الآخر هو أن المزادات خلال الفترة الماضية لعبت دورا كبيرا في الحد من وصول التدهور إلى أبعد ما هو ذلك. طبعا لنكون منصفين، المزادات لعبت دورا كبيرا خلال فترة طويلة لاستقرار سعر الصرف على عند 1200. حصل هناك تدهور فيما بعد ولعبت قوى المضاربة دورا كبيرا به، وهنا تكمن المشكلة، حيث أن قوى المضاربة هي المتحكم الرئيس، ما زال يتحكم بسعر الصرف صعودا وهبوطا من خلال امتلاكهم للقدر الأكبر من الكتلة النقدية المتواجدة في السوق، وبالتالي يتحكمون بسعر الصرف صعودا وهبوطا وفقا للإشاعات أو وفقا للمؤشرات التي يرونها هم مناسبة وبما يحقق مصالحهم. بطبيعة الحال هذه أهم عاملين رئيسية كانت سببان في التدهور الأخير الذي حصل للعملة الوطنية. نعم، يعني يتساءل المواطنون ويتساءل اليمنيون أين دور مجلس القيادة وأين دور الحكومة، ما الذي يتوجب فعله لإنقاذ البلد من هذا التدهور الاقتصادي المريع؟ هناك جهود تبذل خلال الفترة القصيرة الماضية، بذلها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والتي أسفرت عنها تقديم منحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية بمقدار 1.2 مليار دولار مقسمة على ثلاثة، أو تم الدفع بها إلى 3 أوجه رئيسية، وهو دعم المزادات التي يقدمها البنك المركزي، دعم الأجور والمرتبات، وأيضا دعم شراء المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة. بطبيعة الحال تم توقف عمل المزادات خلال الفترة الماضية لإعادة تقييم عملها خلال هذه الفترة، يعني ونتيجة قل يعني عدم تدخل البنك المركزي لتغطية فاتورة الاستيراد. كان هناك بالذات طلبا متزايدا خلال الشهر 1 من العام 24، وهو ما يسمى بموسم الذروة التي تتزايد فيه عمليات الاستيراد. كان هناك طلب على النقد الأجنبي، وهناك طلب أيضا مفتعل دفعت به قوى المضاربة لتحقيق مصالح مستفيدة من الإشاعات أو من الأخبار السلبية والإيجابية والتي تحركها بموجب تحقيق المصالح الرئيسية لها. أعلن البنك المركزي مؤخرا عن مزاد بقيمة 40 مليون دولار. كان هناك طلب كبير أو دخول كبير في المزاد أكثر من المزاد التي أعلن، وهذا مؤشر أن هناك حاجة
للنقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد. سيستمر البنك المركزي بهذه التدخلات، هناك إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي ضد مجموعة من الشركات الصرافة وشبكات التحويل التي تعبث بالسوق. أعتقد أن التدهور الأخير خاصة خلال يومين الماضي جاء كردة فعل من هذه القوة على القرارات الصارمة تجاه هذه القوة المتلاعبة بالسوق، ولكن أعتقد بأن استمرار عملية التدخلات من قبل البنك المركزي عن طريق المزادات واستكمال الإصلاحات الاقتصادية في رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وإغلاق كافة الحسابات التي تورد لها أموال الدولة خارج إطار الحسابات الرسمية للدولة سيحقق ولو استقرارا نسبيا خلال الفترة القادمة، ولكن ستظل المشكلة قائمة طول ما أننا إيراداتنا الدولارية لن تزيد أو نعود بشكل واضح لصادراتنا من النفط والغاز. جانب آخر يتعلق ب ما نعانيه اليوم أيضا في البحر الأحمر، ما تقوم به ميليشيا الحوثي هو مهم للغاية لأنه يؤثر بدرجة كبيرة على حركة الاستيراد والتصدير، وبالتالي أيضا المورد الآخر المتعلق بالإيرادات الضريبية والجمركية يشكل قلقا، حيث انخفض في العام 23 مقارنة بالعام 22 للفترة من يناير إلى فبراير بمقدار 17%، حيث كان يصل إلى 644 مليار خلال نفس الفترة من العام 22، بينما لم يصل إلا 533 مليار ريال خلال هذه السنة مقارنة بالعام 21 الذي كان أيضا يصل إلى أكثر من 750 مليار. إذا الإيرادات الجمركية والضريبية الأخرى في انخفاض نتيجة الحرب الاقتصادية، ونتيجة أيضا زادت المشكلة تعقيدا جرى ما يقوم به ميليشيات الحوثي مؤخرا في البحر الأحمر. نعم، نتحدث أيضا حول الانعكاسات انعكاسات هذا التدهور في العملة المحلية على الوضع المعيشي للمواطن اليمني الذي يعاني أصلا. الانعكاسات على المستوى المعيشي للأسف هي كبيرة، لأن كلما زادت حدة يعني تدهور قيمة العملة الوطنية كلما انخفضت القيمة الشرائية للعملة الوطنية، وكلما ضعفت القوة الشرائية للمواطنين ازدادت أسعار السلع والخدمات خاصة خلال يناير من العام 24. وطبعا الانحدار بدأ بشكل كبير بالذات من يوليو من العام 23، واستمر هناك بعض السلع وصل الزيادة فيها إلى 23%، بينما أقلها ارتفع بنسبة 100%، وهذا يزيد للأسف الشديد على كاهل المواطنين أعباء كثيرة، مما يزيد من حالات الفقر ويزيد من انتشار البطالة التي وصلت 50%. هناك 21 مليون يمني أصبحوا بحاجة لمساعدات عاجلة، وهناك 6 مليون يمني في المستوى الرابع من حالات انعدام الأمن الغذائي، أنهم لا يستطيعون توفير وجبة واحدة على الأقل في اليوم. هناك أكثر من 17 مليون يمني في المستوى الثالث من حالات انعدام الأمن الغذائي، وهو مستويات خطيرة للغاية. هناك بؤر للمجاعة ظهرت خاصة في مناطق الخضوع في حجة والمحويت والحديدة، وهي مؤشرات خطيرة للغاية تستوجب ليس فقط العمل بشكل دؤوب على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، بل بضرورة اتخاذ قرارات رادعة لما تقوم به ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر أو لوقف الحرب الاقتصادية التي تقوم بها، وضرورة دعم الجهود الحكومة والمجلس القيادة من قبل المجتمع الدولي والأصدقاء لإعادة صادرات النفط مجددا باعتبارها المورد الرئيسي الذي يغطي احتياجات الدولة. نحن بحاجة إلى تعاون كبير على المستوى الإقليمي والمحلي والدولي وكذلك المنظمات لتغطية هذه الفجوة وهذا العجز الذي يحصل به. نشدد ونؤكد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في فرض العقوبات على استمرار فرض العقوبات على هذه الجماعة، وضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بتوريد أموال المساعدات القادمة لليمن عن طريق البنك المركزي لدعم العملة الوطنية. ويناط بالحكومة ومجلس القيادة الرئاسي في ظل هذا الوضع الراهن بأن تكشر عن أنيابها. مسألة البقاء في اللا سلم واللا حرب لا يزيد لجماعة الحوثي إلا قوة، ولا يزيدنا إلا مزيدا من تحمل الخسائر الفادحة والتي يتكبدها المواطن اليمني بالدرجة الرئيسية أو بشكلها النهائي. وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نواجه هذه التحديات بقوة،
ليس من المنطقي بأن يستمر ميناء الحديدة مفتوحا بينما تكسب جماعة الحوثي من المليارات التي تستخدمها لقتل الشعب اليمني ولا تدفع رواتب الموظفين. ليس من المنطقي بأن تستمر الحرب الحوثية على موانئ الشرعية بينما نقف مكتوفي الأيدي. يجب أن نتخذ كافة الإجراءات اللازمة لردع هذه الجماعة وعودة العمل إلى نطاقه الصحيح، وتعمل الحكومة بحشد كافة مواردها لدعم البنية التحتية وعودة التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي. شكرا جزيلا للصحفي الاقتصادي فارس النجار. وأعود إلى ضيفنا في الاستوديو رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي. أستاذ حسين، في نوفمبر من العام الماضي يعني أعلنت السفارة السعودية لدى مصر أن صندوق النقد العربي وقع اتفاقا مع الحكومة اليمنية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بمليار دولار. أيضا في فبراير من العام الماضي أعلن أشقاء في السعودية عن إيداع مليار دولار في حساب البنك المركزي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يعني السؤال أنه ما الأسباب التي حالت دون تحقق أي إنجازات اقتصادية أو أي تحسن اقتصادي؟ نتحدث عن هذه الودائع، نتحدث عن أيضا هنالك يعني قدمت مبالغ من المانحين، قدم مبلغ أيضا 300 مليون دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي او في بعد تشكل مجلس القياده الرئاسي. شوف، هي المشكله يعني الان لما جيت تتكلم عن مثلا الدول، في كل الدول تعتبر مثلا قصه العملات والتلاعب فيها تعتبر جريمه امن قومي، يعني التلاعب في العملات والسياسه النقديه والمضاربه بها هذه تمس الامن الوطني، تمس جذر الدوله، تمس لقمه العيش للمواطن، وبالتالي هي تعتبر واحده من اخطر الجرائم التي تمارس. وبالتالي الاجهزه الامنيه الاصل اللي تكون عندها حساسيه عاليه في التعامل مع هذه الامور. لكن الاشكاليات السياسيه والانقسامات الحاصله وعدم استكمال ما تم الاتفاق عليه من اتفاق الرياض وتوحيد ودمج المؤسستين العسكريه والامنيه وتوحيد المؤسسه يعني مؤسسه المخابرات وغيرها من وما ورد في اعلان نقل السلطه وايضا اعلان نقل السلطه، وبعدين جاءت المشروع الماده الثالثه القانون القواعد المنظمه، هذه كلها لم يتم الاهتمام بها، لم يتم ترتيب وضع بلد. يعني انت الان تعيش في بلد ممزق، يعني مثلا لما جيت تشوف ايش الذي خلى الدولار يرتفع من 800 إلى 1000. الآن نتحدث عن 1600 ريال. لا، ما وصل ل 1500 أو 1600. اليوم 1600 ريال. 1600 ريال، يعني أيش الذي بيخلي مثلا، أنت بتقول لي ما بيش عندك إيرادات نفط، ما بيش عندك صادرات، ما بيش عندك، تمام، أنا عندي ما بيش صادرات من يوم كان 800، أيش الذي رفعها ل 1600؟ هذه مشكلة موجودة، يعني لو شي واحد من حق الأمن السياسي ولا الأمن القومي يلف على الصرافين يمكن يحلها. ما يحلها في لحظة، يعني لا يوجد هناك الإدارة. يعني أزمة مضاربة بالعملة واحدة ظاهرة، يعني إيش يعني لما يكون واحد الصرف عندك اليوم بكذا كذا واليوم الثاني يرتفع ويتغير، يعني لأنه البنك المركزي هو لم يعد هو المتحكم بالسياسة النقدية. البنك المركزي هو المفروض أنه ذي يعني هو الذي يقول لك من الذي يشتري الدولار. الدولار يشتري تجار بس للخارج، والذي كانوا يذهبوا للعلاج والطلاب هذه كانوا يشتروا الدولار. اليوم اي واحد يصير يشتري الدولار من اي صرافه، واي واحد يصير يشتري سعودي من اي صرافه. يعني المضاربه بالعملات اصبحت حتى لاي واحد يعني بسيط جدا في الشوارع. وبالتالي هذه الكوارث الاقتصاديه هي ناتجه عن الخلل الاداري، ناتجه عن النيه، ناتجه عن الوعي لدى الحكومه، يعني لا يوجد لديهم المسؤولية الكاملة للقيام بدورهم وبواجبهم. لو كانت هنالك مسؤولية كاملة، هل يعني ما كان لنا أن نصل إلى هذا الوضع الذي نعيشه من تدهور مريع في العملة، بل نتحدث عن استمرار في التدهور. يا رجل، في دول قامت من لا شيء، يعني في دول قامت من لا شيء وكسرت. يعني لما نتكلم عن غزة وهم محاصرين لهم 18 سنة، ومع ذلك تجد الوضع عندهم العسكري والسياسي والاقتصادي بشكل ممتاز جدا، وهم محاصرين ما فيش لقمة تدخل عندهم، الهواء لا يدخل لديهم، ولكن قاموا بدورهم. كل الدول التي قامت من الحطام، ألمانيا قامت بعد الحرب العالمية الثانية وقد دمرت انتهت تماما، وعشرين سنة وقفزت إلى على الآن كان فيها يعني ناس يحترمون أنفسهم، يحترمون النضال شعبهم، يحترمون التضحيات. وبالتالي التحجج كثير من الأعذار كلام وهم،
تعال ادخل لها داخل البلد عيش. والله لو يسأل واحد يفتح لها خيمة في أي مكان لا يدير البلد ساعة الناس. لكن هؤلاء لا يريدون أن يديروا البلد، لا يريدون أن يكونوا مسؤولين. يعني أنت لما تكلم تكون مسؤول يقول لك ما يعني أنا عندي ضغوطات. إيش الضغوطات دي عليك؟ يعني ما هي الضغوطات التي عليك؟ لماذا لم تقم بواجبك؟ يعني ليش ما تقوم ترتب وضع البنك المركزي وتخلي السياسة النقدية يضبطها محافظ البنك المركزي؟ ما أنت اشتغل، لا تستطيع أن تفهم ما الذي يريده هؤلاء. نعم، يتحدث البعض أن الحكومة لم تقم بخلق يعني روافد للاقتصاد الوطني حتى تستطيع أن تواجه هذا التدهور المتعلق بالجوانب الاقتصادية والمعيشية والتنموية وغيرها. يا رجل ما أضيف على مذكرة لشركة فرنسية هي التي كانت شريك اليمن موبايل، ما تحتاج إلى مذكرة بس. أنت فاهم إيش معنى المذكرة؟ يعني واحد يبز حق التلفون ويكتب مذكرة، الأخ يترجمها بالفرنسي $500 بس حق ترجمة وحق كذا وفعل مذكرة وأعاد يمن موبايل إلى حضن الشرعية. مذكرة بسيطة جدا، لا يريدون أن يفعلوا شيء. يعني لا يريدون أن يستعيدوا مؤسسات الدولة. أنت هذه مثلا يمن موبايل مشكلها شركة فرنسية ومشكلها أيضا شركات وسيطة. هذه الشركات تعاقدت مع الحكومة اليمنية، مع الجمهورية اليمنية، معناته أنت الممثل الشرعي للجمهورية اليمنية. ليش ما تفعل لها مذكرة وتستعيد واحدة من أهم الموارد؟ الضرائب وينها؟ الموانئ، أنت غلقت موانئ. يعني أنت غلقت، أبعثت محافظ شبوة محمد صالح بن عدي وقلت كان فتح ميناء من لا شيء، وكان يفعل لك رافد اقتصادي ويصدر لك الغاز والنفط. ليش أبعثته؟ كان عليك ضغوطات من الخارج. محمد صالح بن عدي واجه الضغوطات وفتح ميناء وكان موجود بين الناس. سلطان العرادة موجود بين الناس وكان فيه إشكاليات حق البترول والنفط وكذا، وموجود بيحل مشاكل الناس. أنتوا ليش ما تجوا بين الناس؟ ليش ما تجي تحل مشاكل الناس؟ هذه كارثة، كارثة خطيرة، ما هي سهلة. يعني هذه واحدة من أخطر ما تمارس ضد الشعب اليمني. أنا أعتقد أنه لو كان هناك مجلس النواب حاضر وشغال كانوا حاسب الحكومة. نعم، ولاحقها. سأعود إليك اسمح لي أستاذ حسين، ولكن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل نقاشنا في هذه الحلقة. نتحدث حول استمرار التدهور المريع في الجوانب الاقتصادية والمعيشية جراء استمرار التدهور في العملة المحلية. فاصل ونعود. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ما زلنا معكم في حديث العاشرة. نناقش في هذه الحلقة التدهور المستمر في الجوانب الاقتصادية واستمرار تدهور العملة المحلية، أناقش وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي وللمواطن اليمني. أناقش هذا الموضوع وأرحب من جديد بضيفي في الاستوديو حسين الصوفي، رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام. يعني أشرت قبل قليل ما يتعلق بأحد أسباب تدهور العملة المحلية وهو ما يتعلق بالمضاربة. ما الذي من شأنه أن يجعل العملة مستقرة يعني حتى يتوقف هذا التدهور؟ اليوم نحن نتحدث عن 420 ريال للريال السعودي، 1600 للدولار، يعني وربما لن يتوقف إذا ظل الوضع كما هو عليه الحال. أشوف السياسة النقدية واحدة من مهام البنك المركزي اليمني، وهذه واحدة من الذي قالها محافظ البنك المركزي، وأعتقد أنه في مقابلة له مع قناة اليمن تكلم بشكل شفاف وواضح عن كثير من الصعوبات التي يلقاها، وهي صعوبات أمنية وسياسية، أمنية وعسكرية وسياسية أيضا. يعني ليست صعوبات اقتصادية في ضبط السياسات النقدية، ضبط العملات. يعني من الممكن حلها، في أشياء تحل. يعني في أشياء أنت تتكلم عن مضاربة في عشية وضحاها، لو في واحد من التجار يصير يشتري لك اليوم $1,000,000 لا يشتري، ورفعت الدولار للسماء، لأن ما فيش حد بيضبط لك السياسة النقدية. يعني أنت الآن تتكلم عن فوضى في الأسعار، يعني تجد أنه الدولار هنا مختلف عن الدولار في حضرموت، عن الدولار في عدن، عن الدولار عند صراف، عند صراف إلى آخر، لأنه ما فيش السياسة النقدية. السياسة النقدية واحدة من
الوظائف المهمة التي يحددها البنك المركزي المالي وهو الذي يدير هذه الأمور، وأيضا كان يعاونها البنوك الأخرى الموجودة. وجود الصرافات وما فيش الضبط، شوف تدخلات الأجهزة الأمنية مهمة جدا، الأجهزة القومية، الأجهزة المركزية، الأجهزة الحساسة التي تعتبر أجهزة سيادية هي التي تراكم مثل هذه الأشياء. يعني هذه جزء من 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 يعني من الأخطاء الموجودة والحاصلة التي يمكن معالجتها. قصة العملة الصعبة وإدخال عملة صعبة، ما حد استغل الفرص، يعني ما فيش استغلال الفرص الموجودة والمتاحة لك، لم يستغلها أحد. يعني أنت تتحدث اليوم عن البحر الأحمر كل أبوه والبحر العربي، اليوم بات الحوثي هو الذي يعني يقصف بكل اتجاهات، وفي ظل غياب مخجل للحكومة الشرعية، مع أنها صاحبة السيادة وكان المفروض هي أن تكون حاضرة في مثل هذا الموضوع، يعني وأن يكون لها دور في جانب الحفاظ على السيادة الوطنية وأيضا الاقتصاد الوطني. تعتبر هذه واحدة من أهم الروافد للخزينة. يعني لما نتكلم عن قناة السويس، ترفض الحكومة المصرية أحيانا في بداية 2023 أعتقد كان 313 مليار دولار هكذا فيها بهذا الحدود، يعني كانت يمكن 4% أو 10% من موازنة الحكومة المصرية قناة السويس. وين حقنا حق باب المندب؟ أين تصير؟ في إشكاليات كبيرة في الأوعية المالية، لا تدري أين تذهب، يعني ما فيش رقابة ولا في أيضا إدارة حكيمة. وهذا واحد من الإجراءات، يعني واحد من الإشكاليات السياسية. يعني لو فيه تفعيل للمؤسسات الحكومية كان مجلس النواب هيكون هو المطلع على هذه الأشياء. السلطة الرقابية وهو الذي يلاحق الحكومة، وهو أيضا يعني تخيل معك دولة لها 9 سنوات في الحرب، ما تدر ما انتش داري كيف بتقدم الموازنات، من الذي بيعد الموازنة، كيف تعتمد ميزانية البلد، هل هناك ميزانية يعني أصلا في ظل هذا الواقع؟ هذا سؤال للحكومة، يعني كيف تقدموا ميزانية، كيف تعتمدوا ميزانية بدون أن تقدم لمجلس النواب، بدون أن تقدم لجهة رقابية، بدون أن تكون هناك يعني لجنة وخبراء ويكونوا هم المطلعين عليها. هذه واحدة من المشاكل الكبيرة، يعني واحدة من الإشكالية الكبيرة جدا. يعني وبالتالي كان من ضمن يوم عقد مجلس النواب في عدن، واحدة من الجلسات التي زوت الحكومة في الزاوية، واستطاعوا النواب، كان من ضمنهم الأستاذ عبد الرزاق العجلي في كلمتها الشهيرة، وتحدث بشكل كبير، يعني قال لهم معنا طاقم كبير من الدبلوماسيين، يعني طاقم كبير من الدبلوماسيين يستلموا يعني بالدولار بمئات الملايين، هؤلاء لسنا بحاجة لهم. يعني بعض الدول قال لك ما بش معنا فيها حتى مواطن يمني، يعني لا يوجد فيها مواطن يمني عشان تفعل فيها سفير وقنصل وملحق ثقافي وملحق عسكري وملحق صحي وملحق، وتدفع لهم بالدولار. هذا عبث وأنت في حرب، وبالتالي لا يريدون أن يصلحوا البلد، يعني هم لا يريدون أن يقوموا بدورهم. وكان الأفضل وكان المفروض أن يكون هناك حكومة حرب منذ بداية الحرب، كان الأصل أن يكون هناك حكومة حرب، هذه الحكومة تحدد الأولويات وتنطلق في هذه الملفات التي كانت ملفات أربعة، ملف اقتصادي، ملف اللي هو عسكري شؤون الجرحى والشهداء اللي هو الإنساني، وملف العسكري، وأيضا ملف ما بعد اللي هو الدبلوماسي والسياسي. نعم، البعض يقول أنه يفترض، أو يقول اقتصاديون أنه يفترض بالحكومة أن تتحول من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الدولة، مع أنها حتى يعني يقول البعض أنها يعني لم تتعاطى مع الواقع حتى كاقتصاد حرب. فيه أحيانا بعض الدول تلقاها فرص في الحرب، يعني أنت في الحرب معك مجلس الدفاع الوطني هو الذي يدير البلد، وهناك صلاحيات لمجلس الدفاع الوطني أنه يعني يحول كل إرادة البلد من يعني مثلا في الوضع الطبيعي أنت عليك التزامات مثل مشاريع وطرقات ومدارس وجامعات ومراكز صحية وغيرها، هذه عليك واجبات في الوضع الطبيعي. في الوضع الحرب أنت يحق لك، يخول لك القانون أنك توظف كل موارد الدولة من أجل الانتصار في الحرب أو من أجل احتياجات الحرب. يعني أنت في وضع الحرب المفروض أن اقتصادك يكون أفضل، لأنه معك الأوعية تكون قليلة جدا، يعني الأوعية تكون محدودة، وأنت الذي تديرها بشكل يخدم القضايا الأولوية الرئيسية. لكن هؤلاء لا قاموا باقتصاد الحرب ولا باقتصاد الدولة للأسف الشديد، يعني وضع مخزي بكل ما تعني الكلمة.
نعم. طيب نتحدث عن نقطة جوهرية من شأنها أن يعني تسند الاقتصاد أو ترفض الاقتصاد الوطني، وهي موضوع إعادة تصدير النفط والغاز. الآن ما الذي بمقدور الحكومة تتحجج أنه تتحجج الحكومة بالهجمات أو التهديدات التي يقوم بها الحوثيون على المنشآت الحيوية والنفطية في حضرموت في شبوة؟ شوف، حق النفط هي واحدة من الموارد المهمة، ما أحد ينكر هذا، لكن الحوثيين كانوا يتحججوا أنه ليش ما تصرفوا الرواتب، قالوا لا أنه ما مش معنا صادرات أيش نفط وغاز، وهذه واحدة من الأكاذيب. مع أنه لو ترجع له، لو في أي واحد الآن من المشاهدين يدخل جوجل ويفتح موازنة 2014 الذي اعتمدها صخر الوجه يوم كان وزير المالية، في موازنة 2014 كانوا يقولوا أنه النفط ربما ما يوصلش إلى، يمكن ما يوصلش إلى 49%، وأقل اعتماد النفط، يعني أن تعتمد الحكومة على النفط كان يكون أكثر أقل من هذا، يعني كان وصلت الاعتماد على الضرائب والجمارك يمكن إلى 46% اعتماد النفط اسم الجمارك والضرائب، وناهيك عن بقية الإيرادات اللي هي الزكاة والاتصالات وغيرها من الموارد الأخرى. يا أخي لو شقلوا يا رجل مطارات المكلا وعدن والموانئ البحرية إن معهم إيرادات لا يعلم بها إلا الله، لكن لا يوجد الذهنية التي ممكن أن تخترق هذا التباطؤ. يعني الحين بعض الأحيان مثلا تجد بعض الوزراء يتحجج أنه مثلا لو يصير يفتح موضوع ملف الحكومة، يعني موضوع ملف الموانئ، أن الإمارات تزعل، مع أنه قد يكون هذا ليس قرار الإمارات، قد يكون واحد مشعب في المخابرات الإماراتية هو ذي جالس يفعل هذا الحركات كلها. لو تدخل عند الدولة با يتفاهموا معك باحترام، لأنه الناس يحترموا من يحترم نفسه. الناس إذا وجدوك محترم با يحترموك، إذا وجدوك ساكت كل واحد يحق للما وصل، يعني أيش على كل شيء. لو فتحت فقط السياحة في سقطرة لا يوجد فيها حرب ولا يوجد فيها شيء، يعني لأدخلت إيرادات للبلد بشكل كبير. أنا أتكلم في بلادنا، لو تدخل لو تدي واحد من الشارع، يعني لو تدي طالب من الاقتصاد والله لا يدير البلد ويفعل لك يدخل لك إيرادات الدولة أكثر ما هو موجودة له، لو كان في إرادة لدى الجهات المعنية. نعم، إذن اسمح لي سنشرك أيضا معنا في النقاش الدكتور محمد قحطان أستاذ علم الاقتصاد في جامعة تعز. مرحبا بك معنا في حديث العاشرة، ونتحدث في هذه الحلقة عن استمرار التدهور الاقتصادي والمعيشي جراء تدهور العملة الوطنية. كيف تعلق على استمرار هذا التدهور؟ نتحدث عن فقدان العملة أكثر من 5% من قيمتها منذ بداية العام 2024 ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. طابت أوقاتكم. طبعا استمرار تدهور سعر الصرف للعملة الوطنية اللي هو الريال طبعا بطبعته الجديدة، حذرنا يعني من استمرار التدهور بوسائل إعلام مختلفة لمعرفتنا بأنه ذلك يعني يشكل يعني معضلة، وطبعا يكون له آثار مدمرة للاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين. إذ أن التدهور منذ أن بدأ مع بداية الحرب في عام 2015 مستمر وعلى النحو الآتي: في السنة الأولى للحرب ارتفع التدهور يعني في قيمة صرف الريال اليمني بنسبة تجاوزت 16%، واستمر هذا التدهور بحركة غير مستقرة صعودا أحيانا وهبوطا أحيانا أخرى، وبالنسبة يعني تراوحت في حدها الأقصى عام 2016 سجل التدهور في هذا العام ارتفاعا لسعر الدولار بنسبة تجاوزت 40%، يعني وطبعا في الحد اللي اسمه بالحد الأدنى يعني سجل 8% في عام 2016، وذلك يعني بسبب الدعم السعودي بوديعة في 2019 بوديعة يعني اللي هي 2 مليار يعني دولار وغيرها طبعا من المساعدات.
وقبل أن يتم نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي وتحديدا يعني خلال عام 2021، خسرت العملة اليمنية من قيمتها نسبة تصل لنحو 25% تقريبا بالمتوسط خلال يعني هذا العام 2021. ومنذ بداية العام 2022، عام انتقال السلطة للمجلس الرئاسي، وحتى الآن فقدت العملة اليمنية من قيمتها نسبة تتجاوز 40%. وقد كان متوقعا أن يحدث العكس، أن يحدث تحسن في الوضع الاقتصادي وتراجع التدهور في سعر الصرف، إلا أن ذلك لم يحصل، بما يؤكد الفشل في إدارة الملف الاقتصادي واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي. وهذا التدهور يعني برأيي سبب رئيسي استقرار السلطة الشرعية في الخارج بجميع مسؤوليها، الرئاسة، الحكومة، البرلمان، المجلس الاستشاري طبعا وغيرهم من التابعين، استقروا كلهم في الخارج مع أسرهم، وتدفع لهم رواتب بالدولار وتكاليف نشاطهم وتحركاتهم في الخارج، الأمر الذي أدى إلى عدم عودة السلك الدبلوماسي الأجنبي يعني لداخل اليمن، وارتفاع تكاليف الإنفاق الخارجي بالعملات الأجنبية، يعني وهو العامل برأيي هو العامل الذي شكل أهم عوامل الاختلال في ميزان المدفوعات وتصاعد العجز فيه، يعني بحيث إنه يعني ميزان المدفوعات يعني عرض وطلب العملات الأجنبية يعني في جانب من الميزان يعني يسجل التدفقات النقدية الداخلة، وفي الجانب الآخر التدفقات النقدية الخارجة بالعملات الأجنبية، يعني العرض والطلب، والاختلال كان الاختلال مستمر في التصاعد بسبب يعني الاستنزاف الكبير للعملات الأجنبية من الداخل للخارج وعدم التعويض، خصوصا يعني مع توقف تصدير يعني النفط والغاز، والذي كان يعني طبعا يشكل 90% يعني من دخل الدولة اليمنية. عموما يعني نقدر نقول انه استمرار تدهور سعر صرف الريال اليمني يعني بطبعته الجديدة مقابل العملات الأخرى يعني والارتفاعات المستمرة في الأسعار يعني أدى إلى ارتفاعات مستمرة كمان في أسعار السلع والخدمات وتدهور الوضع الإنساني للمواطنين. نعم، نتحدث أيضا عن معالجات أخرى يمكن من خلالها يعني مواجهة هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي والتدهور في العملة. طبعا هناك الكثير من المعالجات يمكنها إيقاف التدهور بل وتحسين الوضع الاقتصادي والإنساني، منها على سبيل المثال طبعا يعني كما أشرت سابقا عودة مسؤولية الدولة للداخل، أيضا تخفيض حجم السلك الدبلوماسي اليمني، هناك سفارات ما لها لزوم خالص، يعني هناك تضخم وظيفي في السفارات اليمنية، الأمر الذي يكلف الكثير من العملات الأجنبية يعني كإنفاق للسلك الدبلوماسي، وبالتالي يمكن تخفيضه يعني حسب بعض التقديرات لأكثر من 50%. أيضا تفعيل شركتي النفط والغاز وفروعها بالمحافظات كما كانت عليه قبل الحرب كما أشرت سابقا، بعد أن طبعا يتم إصلاح مصافي التكرير التي أشرت إليها. هذا الجانب مهم جدا، يعني من شأنه أن يوفر الكثير من العملات الأجنبية التي تذهب للخارج لشراء المشتقات النفطية. أيضا تخفيض الإنفاق العام، هناك إنفاق بذخي، إنفاق ترفي، إنفاق يمكن يعني إيقافه في بجوانب مختلفة، مثلا على سبيل المثال المعونات التي يعني تعطى بالهبل من قبل يعني السلطات المركزية والسلطات المحلية والسفر للخارج، من الممكن إيقافه مؤقتا.
كمان توقيف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية. نحن الآن يعني استيراد السلع الكمالية مستمر. طبعا عملية الاستيراد بدون تصدير يعني يؤثر على ميزان الاسم، يؤثر على ميزان المدفوعات. فالمفروض انه الحكومة تركز على استيراد المواد الأساسية يعني، وإيقاف مؤقت لاستيراد السلع اللي اسمه السلع الكمالية. أيضا الحد من السفر للخارج، يعني الآن صار السفر للخارج يعني لأي سبب، يعني خصوصا للعلاج يعني حتى لأبسط يعني وسائل التطبيب نذهب للخارج. يعني وبالتالي من الممكن تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات، وبالتالي الحد من السفر للخارج سواء كان للخدمات للحصول على الخدمات الصحية أو حتى المنح. يعني المنح الخارجية من الممكن أن تتوقف يعني مؤقتا، لأنه أيضا تشكل يعني عبء في الإنفاق الخارجي. قضية مهمة جدا اللي هي مواجهة الفساد يعني بالأوعية الإرادية. يعني الآن في انكشاف كبير لهذا الفساد، وبالتالي من الممكن جدا يعني باتخاذ إجراءات قوية وصارمة لمواجهة الفساد في الأوعية الإرادية، وتدفق كافة موارد الدولة للبنك المركزي وفروعه في المحافظات. هذه مسألة يعني في غاية الأهمية، من شأنها يعني الحد من التدهور الحاصل. يعني عموما يعني مطلوب رفع كفاءة الحكومة، يعني الحكومة لابد ما ترفع كفاءتها في إدارة الملف الاقتصادي. كمان عندنا البنك المركزي ووزارة المالية، هذه وزارتين محوريتين بالنسبة للقضية الاقتصادية، وبالتالي لابد يعني من إعادة بناء جهازي يعني المالية العامة وأيضا البنك المركزي، يعني بحيث يعني تتمكن البلاد من إعادة اسمه، من إعادة يعني نقدر نقول تعافي يعني الوضع المالي، وبنفس الوقت أيضا يعني تعافي العملة الوطنية، وهذا بينعكس على الجانب الاقتصادي وعلى حياة كل الناس. يعني السياسات المالية والنقدية يعني مهمة جدا لمواجهة التقلبات الاقتصادية، وغير ممكن من أنه هذه تتخذ مثل هذه السياسات ويكون لها مفعولها إلا بإصلاح الجهاز المالي والبنك المركزي والجهاز المصرفي بشكل عام. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد قحطان، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة تعز. وأعود إلى ضيفي في الاستوديو رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي، أيضا نتحدث عن أدوار معولة على الأشقاء في التحالف العربي يعني لإسناد اليمن في مواجهة هذه الكوارث الاقتصادية والمعيشية والتي تسببت بها يعني حرب الميليشيا الحوثية منذ العام 2014. شوف، الـ 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 الأشقاء في التحالف العربي لا أحد يلومهم، في النهاية هي دول لديها مصالحها، لديها سياستها، لديها احتياجاتها، لديها رؤيتها، هي التي تدير أو تدبر أو تعمل ما تريد. يعني في النهاية كل واحد حر في بيته. أنت يعني تخيل أن السعودية صارت قدمت لتركيا 30 مليار دولار، لأن تركيا قدموا لهم يعني عقود، قالوا لهم تعالوا نتعاون إحنا وياكم في مصالح متبادلة. يعني تخيل لو أن الحكومة اليمنية صارت قالت للإخوة في الإمارات، الأشقاء في الإمارات ولا الأشقاء في السعودية، تعالوا نفتح لكم مثلا ميناء عدن تشغلوه مثلا في فترة الحرب، ونفعل لكم عقد مثل العقود حق الكل، حق الشركات في العالم كلها، كل الدول، ويفتح لك يقول لك أفعل لك عقد 20 سنة 25 سنة، مع أن يكون هناك ندية وأن يكون هناك تبادل في المصالح. أنا أدي لك هذه، هو واحد من أهم الموانئ العالمية، واحد من أخطر الطرق التي يمر فيها ربما يعني 30% من احتياجات العالم في النفط وغيرها من 12% من التجارة العالمية، والتجارة العالمية كل 12% بتمر من عندك. يعني أنت أصبحت الآن، وذلك هؤلاء الحوثيين شوية جهال وأقلقوا العالم،
وطبيعي جدا، لانه انت عندما يكون معك مجنون ممكن يعني يغلق كما قال واحد الشيء يفعل، قال يفعل خشبه في باب المندب يغلق على السفن. يعني هي نوع من انت يعني اليمن رابط على موقع استراتيجي وحيوي وخطير جدا. كان المفروض ان ان يتم مثلا التعاقد مع الامارات في جزيره ميون، خلاص انتم معكم قاعده في جزيره ميون، الدول نزلت هات لي عمله صعبه عاوني في الاقتصاد، الامارات شي تدخل لي الاتصالات هات لي فلوس. يعني اما تبذل لي شركه الاتصالات وانت شي تتحكم فيها، مع انه الحكومه البريطانيه قالت انه دخول الامارات في فودافون بكم 13% ولا 17% تعتبر قالت تهدر امن القومي، واحنا الامارات شي يدخلوا ب 70%. انت تتحدث الان عن انك في ظل بلد بلا موارد، ومع ذلك انت من يعني ترجم مواردك انت تبيعها تضيعها بدون أن تعمل هناك اجراءات. يعني الحديث بندية وبلغة المصالح، مصالح الدول، وهي لغة السياسة ولغة الدول ايضا هي لغة المصالح. يعني بعيدا عن المشاعر، انت تحب الامارات ولا تكره ما لك دخل، لانه في النهاية المشاعر تقع بين الزواج والطلاق والحب والغرام، لكن في الدول السياسة مصالح، السياسة مصالح، وبيقول لك انا ايش استفيد منك وانت ايش استفيد مني وهكذا. يعني الامارات تستثمر في تركيا بمليارات الدولارات لانه في تبادل مصالح بينهم، احنا معك بحر حيوي، معك جزر، معك موانئ، معك سياحة. كان المفروض أنه يكون هناك ندية في التعامل مع الأشقاء في التحالف، وأن يعاد تعريف العلاقة، وأن يكون هناك مسؤول يحترم نفسه، يحترم التضحيات. يعني الدم الذي يسكب يوميا هذا دم ثمين وغالي ومن من من أطهر وأروع التضحيات، يحتاج إلى مسؤول يستشعر هذه التضحيات، وأن يكون يقدم نفسه للآخرين بحجم هذه التضحيات وبقوتها وبعظمتها وبشهامتها. نعم، الحكومة تتحدث أنها فقدت في العام 2023 ما يقرب من 700 مليون دولار كانت ترفض الاقتصاد الوطني من خلال ميناء عدن، من خلال ما كان يتم تصديره من نفط. يعني تخاطب الناس بهذا هل تعذر يعني بأنها فقدت هذه الموارد ولا تعمل على إيجاد بدائل؟ مجتزأ، تقرير مجتزأ، يعني هو الذي يريد أن يوصل للناس ما يريد، لكن لو تجي تقول له ليش فقدتها ولماذا لا تدخل مثلا إيراد، أين أنت مثلا من إيرادات الاتصالات، أين أنت من إيرادات الزكاة، أين أنت من إيرادات الجمارك، لماذا لم تفتح مثلا ميناء عدن بشكل كامل ليكون هو المورد الأول مثل ما كان يعود للتجار مثل ما كان، لماذا لم تقم بدورك هذا كله، ليش ما خفضت التقشف، المفروض أن عندك سياسة تقشفية وإجراءات تقشفية وتكون أنت النموذج والمثل. يعني ليش جالس كل يوم تفعل لي قرارات ووكلاء ومندوبين ومبعوثين وقناصل وكذا وأنت بتقول لك أنك في أزمة اقتصادية؟ فبالتالي فيه تقرير مجتزأ يخرجوا للناس دي يشتوا وهاردين من المحاكمة من المحاسبة، يعني لا يريد أن يصارح الشعب، وأيضا يمكن لا يبالي بالشعب لأنه داري أنه كل واحد أي رحلة وما بش حد أي يسأل، لأنه في وضع حرب، وهذه الكارثة أنه إذا لم يكن لك ضمير في هذه المرحلة في التاريخ وباي العنى الكل، يعني كل من فرط وكل من ضيع. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر في نهاية هذه الحلقة، رئيس مركز البلاد للدراسات والإعلام حسين الصوفي، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة من حديث العاشرة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله.